احمد حجازي. بحبه قوي وبحب العب معاه جدا، وهو كان دايما يقول لي انت احسن سيرد باك بتلعب بشمالك، وانا دايما اقول له انت احسن سيرد باك بتلعب بيمينك. النني لسه بعت اليومين اللي فات قلت له انا زعلان منك ليه؟ عشان التيشيرت، انا مع ان انا مش بحب اطلب التيشيرت والكلام ده خالص. لا ده انا طالبه لحد كمان حبيبي قوي، فهو قال لي لما اجي هكلمك وكده، فلما جه ما كلمنيش. انا بركز انا في الحاجات دي شويه، بس هو بعت لي يعني. انت كده ما بتتكلمش يا كابتن بجد إيه؟ يعني يمكن عشان كده ما فيش تواصل قوي ما بينك وبين الناس، عشان بترك حساس برضو شويه حساس في الموضوع. انا في الموضوع ده بحب لما اكلمك في حاجه كلمني، لان احنا زي بعض، احنا لعبنا زي بعض. ممكن تكون انت دلوقتي في ليفل اعلى في الكوره، بس انا دايما في حياتي ما بعملش مين اللي قدام، دايما انا بعمل اهم حاجه في اخلاق في ادب الكلام ده، بعاملك ما بفصلكش انت ايه. لكن هو بس هو رد عليا قال لي ما تزعلش والله انا كنت هو يعني كنت لسه هقول ممكن ما يكونش بيفكر بس كده، بس هو قعد بقى حوالي 3 شهور بس هو عمال لي كده. لا انا خلاص الموضوع خلص بالنسبه لي يعني، اصلا كلمه واحده قلبك يعني ابيض يعني خلاص بعدي على طول. محمد صلاح. محمد صلاح كنت مبسوط ان انا فتره المنتخب ان هو كان قريب مني، وكان نفسي في الفتره دي ابقى قريب منه عشان اتعلم منه حاجات كتير. يعني حتى لما بيطلع في كذا برنامج وبيتكلم عن حياته في الاكل في الشرب انا بقعد اكتب لحد دلوقتي. تصريح مهم. كابتن حسام غالي. كابتن حسام غالي في كذا موقف برضه كنت بخاف منه في الملعب، مع ان كابتن حسام غالي بره الملعب اقرب واحد للعيبه يعتبر. كان دايما يوم الخميس بيجي اعضاء كتير بيتفرجوا وجمهور وكده. فجيت في مره قلت لك هو بيحب يختارني معاه في التقسيمه دايما. فجيت قلت له يا كابتن بالله عليك ما تشتمني وكده عشان في ناس كتير النهارده وكده. كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء السيد بحس ان هو نفسه يشوفني في نادي كويس ومستوى كويس عشان يستدعيني المنتخب. دلوقتي هسألك أسئلة سريعة جدا، وهتكلم حد قريب منك بعد ما تجاوب كل الأسئلة اللي معايا وتسأله نفس الأسئلة وتشوف هيجاوب نفس إجاباتك ولا لا. ماشي. أكتر حاجة بتغير مودك وبتحب تعملها؟ القهوة. لو متضايق مين أول حد بتكلمه؟ زوجتي. بتحب تخرج الصبح ولا بالليل؟ الصبح، عندي مشكلة كبيرة مع بالليل. كل صحابي يخرجوا بالليل، انا بحب الصبح. نوعيات الاغاني اللي بتحب تسمعها ومطرب مفضل؟ مش سميع قوي، بس بحب اسمع الحاجات العود، الحاجات اللي فيها عزف وكده من غير اغاني. مفيش ميوزك يعني؟ لا. مطرب مفضل؟ مصري. مصري واجنبي؟ بحب محمد حماقي. واجنبي؟ لا ماليش في. مش بتسمع اجنبي. بتتعصب بسرعة ولا لأ؟ ولو ايه اكتر حاجة تعصبك؟ على حسب المود، انا مزاجي جدا. لو انا مزاجي مش حلو بتعصب على طول. رنجة وفسيخ ولا حمام وبط؟ رايح في الحتة دي ولا في الحتة دي؟ رنجة وفسيخ طبعا. ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد. من وجهة نظرك المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي الافضل فنيا؟ الاجنبي طبعا. ليه؟ ساعات بحس مش الا ما رحم ربي طبعا. ساعات بحس في ميول. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ محل اكل. يعني لو البيزنس اللي قدامك محل اكل خلاص هيكون محل ايه؟ كي اف سي طبعا. طيب دلوقتي اتفضل يا كابتن، هتاخد الكيو كارد دي مكتوب فيها الاسئله. ماشي. وهتكلم حد حالا قريب منك. نفس هتحط الأسئلة؟ سبيكر هتاخد الاسئله كده من اولها ان شاء الله يرد. افتح السبيكر. حط سبيكر تقول له كابتن طارق ابو العز.